هذه اللحظة، ولعل أبرز هذه الخلافات هي حصة الأكراد في لغة الأرقام والمحافظات المتضررة من الإرهاب وأيضا المحافظات المنتجة للنفط، لكن الأكراد لهم الحصة الأكبر من الاعتراضات. هذه المرحلة خطرة، والإخوان الكردستان في التحالف الكردستاني يعني لحد نهاية الجلسة السابقة أنه كانوا مصرين على عدم المضي بهذا المشروع، لكن لا يضطروا أنه نجتمع بالأغلبية الحاصلة اللي تتكون من مكونات الطائفتين الموجودتين الأخرى أن نمرر الموازنة، وهي حصلت مرة واحدة في تاريخ عمر البرلمان، لأن الأغلبية كانت هي القرارات تتخذ بالتوافقات السياسية. ندعو الإخوان في كردستان إلى أن يتجاوزون المصالح الخاصة وينظرون إلى المصالح العامة، عليهم أن يسددون ما بذمتهم من أموال إلى الخزينة المركزية حتى ممكن أن تكون هنالك عمليات ثقة متبادلة وتعطى رواتب الموظفين ويأخذون استحقاقهم من الموازنة بشكل سليم جدا. جملة المشاكل التي تحتوي في فقرات الموازنة، سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي حضرها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي إلى مبنى البرلمان، واجتماعاته المكثفة مع قادة الكتل السياسية والأكراد بصورة خاصة، والتباحث بملف الرواتب وحصة الإقليم. أولا احنا أريد حكومة العراقية راح يقوم بتطبيق الدستور، لأنه الدستور يجمع الكل، وكلنا قررنا صوتنا على الدستور، وما للأسف الشديد لحد الآن ما يجري في كركوك والمنطقة متنازع عليها ليس دستوري، لأنه دستوري يقول منطقة متنازع عليها ويجب أن يكون كل يعني إدارة المشتركة من الناحية الإدارية، من الناحية الأمنية، من الناحية العسكرية. لحد الآن منطقة متنازع عليها من ضمن كركوك، لحد الآن ماكو أي شيء بهذا النوع. وإذا أي مواد من أي مادة من المواد الدستورية إذا لمصلحة الاتحادية ويطبقوا لمصلحة الآخرين ما يطبق، هذا راح يصير كارثة. وأتمنى حكومة العراقية راح يصير يطبق الدستور على كل العراقيين من فاو إلى زاخو. تشكيل لجنة فنية من الأعضاء الكرد في اللجنة المالية ووزارة المالية الاتحادية للتحقيق بأعداد الموظفين الأكراد ومناقشة حصة الكرد في الموازنة الاتحادية العامة للعام 2018، لكن هذه اللجنة لم تعلن عن النتائج إلى هذا اليوم. قناة الرشيد الفضائية، علي حميد، بغداد.